بسم الله. في الفيديو ده هنتكلم بشيء من التفصيل عن ازاي create انشاء and use email واستخدام البريد الالكتروني. اول حاجة لازم نعرف معنى البريد الالكتروني. البريد الالكتروني عبارة عن اختصار لكلمة electronic mail or email، طبعا email كاختصار، اختصار electronic mail اي اتصال الالكتروني. اذا message هي عبارة عن وسيلة of exchanging messages، عن تبادل الرسائل اللي هي الميل between people using electronic devices، الناس اللي بتستخدم او الرسائل دي هتكون بين الاشخاص عن طريق اجهزة الكترونية، اللي هي طبعا عندي الفون بتاع الموبايل واللابتوب او الكمبيوتر وكمان التابلت، بستخدم الجهاز ده لتبادل الرسائل بين الاشخاص. يبقى البريد الالكتروني احد خدمات الانترنت المعتمدة على الانترنت، ان انا ببعت رسائل لاشخاص عن طريق اجهزة الكترونية، ودي خدمة مختلفة شوية عن خدمة الشات، وخدمة مختلفة شوية عن خدمة الفويس اوفر انترنت بروتوكول، ان انا اعمل محادثة صوتية. لكن خدمة البريد الالكتروني ببعت رسائل لشخص او مجموعة اشخاص بطريقة الكترونية، ودي احد خدمات واشهر خدمات الانترنت. الستراكشر او البنية بتاعت الايميل، لازم اعرف ان في عنوان البريد الالكتروني في الادرس بتاع البريد الالكتروني لازم علامة اد، ودي بتتنطق اد واختصارها من لوحة المفاتيح شيفت مع 2 رقم 2. بعد كده بيجي بعدها البروفايدر او مزود الخدمة، اد يعني هنقول على شركة كذا، زي الموبايل بالظبط لما ببقى مشترك مع شركة معينة. الشركة دي ممكن تكون مختلفة، ياهو على سبيل المثال او اوتلوك تبع مايكروسوفت او الجيميل. في الغالب احنا بنشترك على الخدمة دي بشكل مجاني، رغم ان بيبقى فيه نظام مدفوع، بس احنا نتكلم عن المجاني. قبل ات بيجي اليوزر نيم، بيجي اسم المستخدم. يبقى عندي يوزر نيم وبنطق علامة ات، وبعد كده بشوف الشركة اللي انا مؤخد عندها استمارة او مشترك عندها، وده الاستراكشر او البنية بتاع الايميل بتاعي. على سبيل المثال فور اكزامبل ده الايميل بتاعي اسمه سامح جنان at gmail.com، ده الايميل بتاعي، ده شكله. بنراعي طبعا مفيش مسافات، كمان مفيش فرق بين كابيتال وسمول، سواء كتبت العنوان بكابيتال او كتبته بسمول بيكون هو هو، مفيش مشكلة. طب لو حبيت اعمل فواصل النيمنج رول لكل شركة لكل بروفايدر، بيديني ممكن يقول لي اعمل نقطة لتفصل بين كلمتين، او اعمل شرطة لتفصل بين كلمتين، او اندر سكور، لكن مفيش اي فراغ، ما ينفعش حد يدي لي الايميل بتاعه فيه مسافة او سبيس بار. ازاي بفتح الجيميل وانشئ حساب عليه او حتى ادخل على حسابي؟ من خلال جوجل بدخل على كلمة جيميل. في الحالة دي هيقول لي هل هتنشئ حساب لسه مستخدم جديد، ولا هتسجل الدخول لان انت مستخدم حالي وعندك حساب او اكاونت. طبعا لو عندي اكاونت بدخل من تسجيل الدخول او ساين ان، اما لو هنشئ حساب جديد هختار كرييت او انشاء اكاونت. ولو جيت انشئ حساب بيطلب مني ملء استماره، ملء الاستماره دي بيانات عاديه جدا، اسم المستخدم الاسم الاول واسم العائله، ده الاسم اللي هيقول لي فيه مرحبا يا فلان، والاسم ده عادي جدا بكتب اي اسماء، اسم الحقيقي وممكن يتكرر عادي، يكون شخص في تشابه اسماء بينه وبينه مفيش اي مشكله. لكن اسم المستخدم هنا بقى لازم يكون اسم يونيك ايدنتيفاير، معرف فريد لا يمكن يتكرر مع اي شخص على نفس الشركه بنفس الاسم. طيب انا لو ليا اسم متشابه مع اسم اخر ايه الحل؟ قال لي غير، اعمل فواصل عن طريق البريود النقطه او عن طريق اندرسكور، او اكتب ارقام، او اعمل تشكيله من الاسماء، المهم ما يكونش متكرر، وطبعا قلنا ما يكونش فيه مسافات. كلمة المرور هنا بيقول لي استخدم 8 احرف او اكثر، او باستخدام مزيج من الحروف طبعا والارقام والرموز، وكمان في بعض السيستم بيتطلب مني ان اكتب حرف كابيتال وحرف سمول، بصعبها على قد ما اقدر. لكن رغم ان بصعبها على قد ما اقدر عشان يصعب التنبؤ بها من قبل اخرين، لازم يسهل تذكرها بالنسبة لي. وهو الاختبار ده تذكرها ان بيقول لي اكتبها مرة تانية تأكيد كلمة المرور، عشان يتأكد ان انا هتذكرها وهدخل فيما بعد بيها. لو قدرت اعمل يوزر نيم وباسورد بشكل صحيح
بيعديني. طب لو كتبت الاسماء وجيت اكتب اسم فيه خطأ يعني متكرر او فيه مشكلة، بينوه لي عن المشكلة دي. وهنا قال لي اسم المستخدم هذا مجرب او مستخدم بالفعل، جرب اسم اخر. بيقول لي لما تجرب اسم اخر اختار يلا من الاقتراحات بتاعتي المتوفرة دي، او انا اقول له لا مش عايز من دول، اغير انا ابتدي اكتب رقم هنا، اعمل فاصلة لو مش عايز اقبل الاقتراحات بتاعته لو هي صعبة عليا او مش مستساغة عندي. بقدر اغير انا لحد ما اوصل للاسم اللي انا عايزه. بعد كده لو نجحت بيقول لي دخل رقم الهاتف بتاعك عشان يربطه بالميل كنوع من الامان، هيبعت لي عليه رسالة نصية. بمجرد ما هكتب الهاتف هيبعت لي عليه تكست مسج او رسالة نصية. وطبعا لما اخترت الطريقة دي مش مكالمة صوتية، لو قلت له اتصال بدلا من ذلك هيبعت لي رسالة، فبدخل رمز التحقق. لو دخلته وعملت تأكيد يبدأ ينقلني الخطوة الجاية، واللي رقم الهاتف اللي هربطه بيه طبعا من أجل أمان الحساب. ممكن أكتب رقم هاتف آخر يعني أضيفه، كمان ممكن أضيف بريد إلكتروني آخر في حالة نسياني للباسورد، يبدأ يبعت لي على بريد طبعا يسترد الحساب على بريد آخر، وبكمل بياناتي اللي هو تاريخ ميلادي والجنس وهكذا، وابتدي اكمل بقية البيانات. البيانات الاساسية قدرنا ندخلها هنا. طبعا بيعرض عليا خدماته وبيقول لي ان شئت وموافق على الكلام ده ولا تعمل تخطي. انا ممكن اعمل تخطي عادي جدا، فيه اتفاقية المستخدم لازم انزل لتحت واقراها، ولازم اضغط على السهم لحد ما تظهر كلمة موافق علشان يقدر يكمل الخطوات. اذا انا لازم اوافق على الاتفاقية دي ولازم اقراها او اشوفها. بمجرد ما بوافق خلاص يبدأ بيحمل الجيميل بتاعي، بيجيب لي البريد بتاعي، وبلاحظ ده شكله الرسائل اللي جاية لي في الانبوكس او صندوق الورد او بريد الورد. بلاحظ ان في رسالة، رسالة ترحيبية من الشركة بيا من فريق منتدى جوجل. هنا رسالة جاية لي. طب عايز ابعت بقى انا رسالة، بضغط على انشاء او كومبوز بالانجلش، بيفتح لي يعني دايلوج بوكس اسمه رسالة جديدة، يقول لي إلى، تكتب هنا هتبعت مين لمين. هنا لازم أكتب في إلى عنوان بريد إلكتروني صالح، ما يكونش فيه مسافات زي ما اتفقنا، ويكون بريد إلكتروني لشخص موجود بالفعل ويكون صحيح. ممكن أبعت نسخة لأشخاص آخرين ونسخة مخفية لأشخاص برضو، وأكتب الموضوع بتاعي أو العنوان، وأكتب هنا التكست مسج أو عنوان الرسالة. بيديني بعض الأدوات اللي بتساعدني، الأدوات زي مثلا على سبيل المثال ملف مرفق، التاج، أداة تنسيق الخطوط، أداة أعمل فيها ايموشنز أو مستعبرية زي ما احنا عارفين، ممكن أدرج روابط، ممكن أعمل يعني بيسهل عليا الخدمات بسبب الأدوات دي. وفي النهاية طبعا بعمل إرسال لو حبيت أبعت الرسالة. أحيانا بحتاج إن أغير الباسورد على سبيل المثال، أو إني أدخل أشوف أدير موضوع الكونتاكت أو الأسماء اللي هتكون موجودة عندي. ده بيتم طبعا لو ضغطت على النقط دي وادخل على جهات الاتصال اظبط جهات الاتصال منها، او عشان اغير الباسورد اضغط على حسابات او حساب جوجل. وانا بقول للتحكم في حسابك وحمايته وتأمينه كل ذلك في مكان واحد. انا بيهمني هنا تسجيل الدخول والامان الى جوجل، بضغط عليها عشان يجيب لي الباسورد بتاعتي او كلمة المرور، وبيقول لي لو حبيت اغيرها من هنا. اذا كل ده عوامل امان لازم اكون اقدر اعملها، عشان لو حسيت ان الباسورد بتاعتي حد اخدها او عرفها اقدر اغيرها. لكن بالتأكيد هيقول لي لو حبيت تغيرها اكتب لي القديمة عشان اتحقق ان انت صاحبها، وبعد كده اكتب لي الجديدة. فبكتب باسورد القديمة والجديدة. بعد كده لما هاجي ادخل خلاص ما عدتش حملة الاستمارة دي او هسجل معهم، انا هبتدي اعمل تسجيل دخول مباشر. مجرد ما هضغط على تسجيل دخول هيسألني بريدك الالكتروني ايه او الهاتف بتاعك ايه، وبعد كده انشاء حساب. بالتأكيد لو نسيت البريد الإلكتروني قلت له هل نسيته، يبدأ يبعت لي بقى على الموبايل كود أو يبعت لي على البريد الإلكتروني اللي أنا حطيته ككود للاسترداد. كذلك ممكن أنفذ كل الخطوات من خلال الأبليكيشن اللي موجود على الموبايل اللي هو اسمه جيميل. الأبليكيشن ده لو ضغطت عليه هيديني نفس الخيارات. لأول مرة هيقول لي أنت عندك حساب حالي ولا جديد. لو عندي حساب ما عنديش حساب بضغط على جديد، وبعدين بيطلب مني برضو البيانات اسمك والجيميل، ونفس الفكرة بيمشي معايا. اما لو كان عندي حساب موجود فبقول له حالي، وبكتب له البريد الالكتروني بتاعي وكلمة المرور بتاعتي عشان يفتح لي على الرسائل بتاعتي، وابدأ ابعت رسائل واستقبل
رسائل. بكده خدنا نبذة مفصلة عن التعامل مع البريد الإلكتروني، عن تسجيل البريد الإلكتروني اللي هو دايما بيكون البوابة الأساسية للتعامل بتاعي على الويب أو على الإنترنت. لازم يكون عندي إيميل لأنه بيطلب مني فيه تسجيل أمور كتيرة جدا، فلازم أفهم فكرة الإيميل ويكون عندي إيميل على أي شركة أيا كانت واستخدمه فيما بعد. لكن طبيعي إن أنا أكتب اليوزر نيم والباسورد في ورقة خارجية مثلا عشان ما انساش، لاني ممكن اعتمد على التذكر حاليا بعد فترة معظم الناس بتنسى البريد الالكتروني. لا، القاعدة الصحيحة ان احنا نسجل البريد الالكتروني وكلمة المرور اما على سكرين شوت او على ورقة خارجية بحيث ما انساش ده، لان معظم الناس بتنسى اسم المستخدم وبتنسى البريد الالكتروني وبيفقد الاتصال بالبريد بتاعه. شرح الجزء ده خلص، لكن بقية شروحاتنا ما خلصتش. اللي عايز يتابع الشروحات يشترك في القناة ويتابع كل جديد.